أستاذة ناهد، من البرامج اللي أنت قدمتيها وحسيتي إنه البرنامج مرة قريب لقلبك ثقافة وحبيتيه. اليوم، ثقافة اليوم، الثقافة اليوم نور الثقافة اليوم. على نور، نور على، طبعا كان مسائي وثقافة اليوم كان يومي، وأنا قلت لكم كيف تقدمون ما شاء الله عليكم برنامج سهرانين يوميا، يوميا. يعني يوميا مع الجمهور يوميا، فالله يديكم الصحة والعافية الله ويقويكم، لأنه يسعدك. المتابعة مع الجمهور نحن عشناها. ويعني وأول ما دخلت على الاستوديو، استوديو برنامج سهرانين، يعني انتابني الحنين لهذه الشاشات والكاميرات نعم، والمايك طبعا، وساعدتيني الله يديك العافية في الله المايك. يعطيك العافية. الثقافة اليوم نور على نور، ومساءكم حلوا من نور، للجمهور طبعا يعزف على وتر مغنى، مكحل العينين مثنى، ولطيب لقياكم يتمنى. الثقافة اليوم بعتزف فيها كثير 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 حلقاتها. كنت بتقدمين لحالك أو كان معي زملاء طبعا زملاء؟ بوجه لهم التحية أكيد من خلال منبركم الكريم، كثير من زملائي وزميلاتي، كنا أسرة واحدة بالثقافة اليوم. التقيتي مين من العمالقة نقدر نقول طالما كثير الثقافة؟ كثير، يعني نعم، أنا عشان ما بنسى، لأنه كان هو برنامج يحمل 3 قضايا: قضايا محلية أدبية ثقافية، وقضية دولية، وقضية أيضا عالمية، قضية حصرا ثقافية. الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة في كل الاستضافات وكل الفقرات، ولكن وأعتز جميع الأسماء السعودية اللي كانت معي ومرافقتني في الاستوديو كضيوف وكبرنامج عمل وطاقم عمل. يعني بوجههم، يعني بكرر أوجه لهم التحية، وأيضا كذلك في برنامج حياتنا كمان لقيت نفسي فيه، يعني وكنا طاقم عمل قوي جدا مع زميلاتي، بوجههم لهم التحية من المخرجين والفنانين والمهندسين الإضاءة والصوت، وأيضا يعني بعتز فيهم كثير، الأستاذة مها السليم، كثير ما بقدر أذكر اسم لأنه كثير الأسماء.